سفر حزقيال الأصحاح 27. وكان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم فارفع مرثاة على صور، وقل لصور: أيتها الساكنة عند مداخل البحر، تاجرة الشعوب إلى جزائر كثيرة، هكذا قال السيد الرب: يا صور أنت قلت أنا كاملة الجمال، تخومك في قلب البحور، بناؤك تمموا جمالك، عملوا كل ألواحك من سروي سمير، أخذوا أرزا من لبنان ليصنعوه لك سواري، صنعوا من بلوط باشان مجاذيفك، صنعوا مقاعدك من عاج مطعم في البقس من جزائر كتين، كتان مطرز من مصر هو شراعك ليكون لك راية، الأسمنجوني والأرجوان من جزائر أليشة كانا غطاءك، أهل سيدون وإرواد كانوا ملاحيك، حكماؤك يا صور الذين كانوا فيك هم ربابينك، شيوخ جبيلة وحكماؤها كانوا فيك قلافوك، جميع سفن البحر وملاحوها كانوا فيك ليتاجروا بتجارتك، فارس ولود وفوط كانوا في جيشك رجال حربك، علقوا فيك ترسا وخوذة هم صيروا بهاءك، بنوا إرواد مع جيشك على الأسوار من حولك، والأبطال كانوا في بروجك، علقوا أطراسهم على أسوارك من حولك، هم تمموا جمالك، ترشيش تاجرتك بكثرة كل غنى بالفضة والحديد والقصدير والرصاص أقاموا أسواقك، ياوان وتوبال وماشق هم تجارك، بنفوس الناس وبآنية النحاس أقاموا تجارتك، ومن بيت توجرمة بالخيل والفرسان والبغال أقاموا أسواقك، بنو دادان تجارك، جزائر كثيرة تجار يدك، أدوا هديتك قرونا من العاج والأبنوس، أراموا تاجرتك بكثرة صنائعك، تاجروا في أسواقك بالبهرمان والأرجوان والمطرز والبوس والمرجان والياقوت، يهوذا وأرض إسرائيل هم تجارك، تاجروا في سوقك بحنطة منيت وحلاوة وعسل وزيت وبلسان، دمشق تاجرتك بكثرة صنائعك وكثرة كل غنى بخمر حلبون والصوف الأبيض، ودان وياوان قدموا غزلا في أسواقك، حديد مشغول وسليخة وقصب الذريرة كانت في سوقك، دادان تاجرتك بتنافس للركوب، العرب وكل رؤساء قيدارة هم تجار يدك بالخرفان والكباش والأعتدة، في هذه كانوا تجارك، تجار شبا ورعمة هم تجارك بأفخر كل أنواع الطيب، وبكل حجر كريم والذهب أقاموا أسواقك، حران وكنة وعدن تجار شبا وأشورة وكلمد تجارك، هؤلاء تجارك بنفائس بأرضية أسمنجونية ومطرزة وأصونة مبرم معكومة بالحبال مصنوعة من الأرز بين بضائعك، سفن ترشيش قوافلك لتجارتك،
فامتلأت وتمجدت جدا في قلب البحار. ملاحوك قد أتوا بك إلى مياه كثيرة، كسرتك الريح الشرقية في قلب البحار. ثروتك وأسواقك وبضاعتك وملاحوك وربابينك وقلافوك والمتاجرون بمتجرك وجميع رجال حربك الذين فيك وكل جمعك الذي في وسطك يسقطون في قلب البحار في يوم سقوطك. من صوت صراخ ربابينك تتزلزل المسارح، وكل ممسك المجذاف والملاحون وكل ربابين البحر ينزلون من سفنهم ويقفون على البر ويسمعون صوتهم عليك ويصرخون بمرارة ويذرون ترابا فوق رؤوسهم ويتمرغون في الرماد ويجعلون في أنفسهم قرعة عليك ويتنطقون بالمسوح ويبكون عليك بمرارة نفس نحيبا مرا، وفي نوحهم يرفعون عليك مناحة ويرثونك ويقولون أية مدينة كسور كالمسكتة في قلب البحر. عند خروج بضائعك من البحار أشبعت شعوبا كثيرين، بكثرة ثروتك وتجارتك أغنيت ملوك الأرض. حين انكسارك من البحار في أعماق المياه سقط متجرك وكل جمعك، كل سكان الجزائر يتحيرون عليك وملوكهن يقشعرون قشعرارا يضطربون في الوجوه. التجار بين الشعوب يصفرون عليك فتكونين أهوالا ولا تكونين بعد إلى الأبد. الأصحاح 28. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم قل لرئيس السوق هكذا قال السيد الرب: من أجل أنه قد ارتفع قلبك وقلت أنا إله، في مجلس الآلهة أجلس في قلب البحار، وأنت إنسان لا إله وإن جعلت قلبك كقلب الآلهة. ها أنت أحكم من دانيال، سر ما لا يخفى عليك، وبحكمتك وبفهمك حصلت لنفسك ثروة وحصلت الذهب والفضة في خزائنك. بكثرة حكمتك في تجارتك كثرت ثروتك فارتفع قلبك بسبب غناك. فلذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنك جعلت قلبك كقلب الآلهة، لذلك ها أنا ذا أجلب عليك غرباء عتاة الأمم فيجردون سيوفهم على بهجة حكمتك ويدنسون جمالك، ينزلونك إلى الحفرة فتموت موت القتلى في قلب البحار. هل تقول قولا أمام قاتلك أنا إله، وأنت إنسان لا إله في يد طاعنك؟ موت الغلف تموت بيد الغرباء لأني أنا تكلمت، يقول السيد الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم ارفع مرثاة على ملك سورة وقل له: هكذا قال السيد الرب: أنت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال، كنت في عدن جنة الله كل حجر كريم ستارتك، عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويشب وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد
وذهب، أنشأ فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم خلقت. أنت الكروب المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس كنت، بين حجارة النار تمشيت. أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم، بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما فأخطأت. فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكروب المظلل من بين حجارة النار. قد ارتفع قلبك لبهجتك، أفسدت حكمتك لأجل بهائك. سأطرحك إلى الأرض وأجعلك أمام الملوك لينظروا إليك. قد نجست مقادسك بكثرة آثامك بظلم تجارتك، فأخرج نارا من وسطك فتأكلك، وأصيرك رمادا على الأرض أمام عيني كل من يراك. فيتحير منك جميع الذين يعرفونك بين الشعوب، وتكون أهوالا ولا توجد بعد إلى الأبد. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم اجعل وجهك نحو صيدون وتنبأ عليها وقل: هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا عليك يا صيدون، وسأتمجد في وسطك، فيعلمون أني أنا الرب حين أجري فيها أحكاما وأتقدس فيها، وأرسل عليها وباء ودما إلى أزقتها، ويسقط الجرحى في وسطها بالسيف الذي عليها من كل جانب، فيعلمون أني أنا الرب. فلا يكون بعد لبيت إسرائيل سلاء ممرر ولا شوكة موجعة من كل الذين حولهم الذين يبغضونهم، فيعلمون أني أنا السيد الرب. هكذا قال السيد الرب: عندما أجمع بيت إسرائيل من الشعوب الذين تفرقوا بينهم وأتقدس فيهم أمام عيون الأمم، يسكنون في أرضهم التي أعطيتها لعبد يعقوب، ويسكنون فيها آمنين، ويبنون بيوتا ويغرسون كروبا ويسكنون في أمن، عندما أجري أحكاما على جميع مبغضيهم من حولهم، فيعلمون أني أنا الرب إلههم. سفر المزامير، المزمور 111. هللويا، أحمد الرب بكل قلبي في مجلس المستقيمين وجماعتهم. عظيمة هي أعمال الرب، مطلوبة لكل المسرورين بها. جلال وبهاء عمله، وعدله قائم إلى الأبد. صنع ذكرا لعجائبه، حنان ورحيم هو الرب. أعطى خائفيه طعاما، يذكر إلى الأبد عهده. أخبر شعبه بقوة أعماله، ليعطيهم ميراث الأمم. أعمال يديه أمانة وحق، كل وصاياه أمينة ثابتة مدى الدهر والأبد، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل فداء لشعبه، أقام إلى الأبد عهده. قدوس ومهوب اسمه، رأس الحكمة مخافة الرب، فطنة جيدة لكل عامليها. تسبيحه قائم إلى الأبد.
سفر الأمثال الأصحاح 27. الوقف المتتابع في يوم ممطر والمرأة المخاصمة سيان. من يخبئها يخبئ الريح ويمينه تقبض على زيت. الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11. بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده، الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا، الذين منهم أخذه أيضا في مثال. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازات. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبقار. بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام.